سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي ومشاهدي القناة. سأقدم لكم أحبائي في ظل التغيرات الكثيرة التي طرأت على قنوات النيلسات، سأقدم لكم ترددات قنوات مهمة بين قنوات دراما وأفلام أجنبي. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. نمر أحبائي إلى ضفة تردد واحد يقدم لنا قنوات كثيرة، سنرى ذلك فيما يلي. تفضلوا. نقوم بإضافة التردد أولا، التردد 12604. معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي رأسي حرف V أو حرف V. أحبائي، هذا التردد يقدم قنوات كثيرة، من بينها قناة الخلاصة كلاسيك، الخلاصة دراما، SSBS، قناة الكرماجي الجديد، ذهب مسلسلات، هلا مصارعة، كليوباترا، الصعيدة مديح حكاية، قناة مدح النبي، دراما بالعربي، تايم زمان، ذهب دراما، دراما اليوم، هوجان، الدوار، الطاحونة، الحارة، هوم والعيلة. كل هذه القنوات أحبائي كانت تبث على تردد 12562. وأيضا ظهور قناة العراقية على التردد 11137، معدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي H. هذا التردد أحبائي ظهرت عليه قناة العراقية الرياضية ضمن الحزمة العامة. أيضا أحبائي، لكل من طلب مني ترددات قنوات الروتانا أفلام، سأقدم لكم التردد في هذا الفيديو، التردد 12226، معدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي H. هذا أحبائي تردد باقة الروتانا، روتانا سينما، روتانا دراما، روتانا كلاسيك، روتانا كليب، روتانا خليجية، وروتانا سينما. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنىها لكم أحبائي ومشاهدي قناتي الأوفياء. أرجو أن أكون عند حسن ظنكم دائما. سأوفر لكم جميع ترددات قنوات النايلسات والأقمار الصناعية الأخرى. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.